نبقى في الملف الأمريكي هذه المرة وليس الأمريكي الصيني. المحكمة الأمريكية العليا رفعت تعليقها لقانون أقرته تكساس، قانون وصف بالمثير للجدل. لماذا؟ أولا لأن تطبيقه يمكن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك. خطوة المحكمة العليا تتيح دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ حيز التنفيذ. ولكن لماذا هذا القانون مثير للجدل بالذات؟ ربما غسان أبو لوز سيجيبنا بصورة توضيحية أكثر. غسان، طبعا نادين، يعني كما ذكرتي خطوة المحكمة العليا تتيح دخول القانون حيز التنفيذ من جهة مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني حوله. بطبيعة الحال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تعارض بشدة القانون بحجة أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة وليس الولايات منفردة. في هذا الجدل يحمل جمهوريون الرئيس بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، وبايدن يرد: الآن تجتاح الولايات المتحدة جريمة المهاجرين التي ارتكبها بايدن. إنها شكل جديد من أشكال الانتهاكات الشنيعة لبلدنا. إنها جريمة المهاجرين، نحن نسميها جريمة بايدن للمهاجرين. لن أقوم بشيطنة المهاجرين، لن أقوم بفصل العائلات، لن أمنع الناس بسبب إيمانهم. وخلافاً لسلفي، في أول يوم لي في منصبي قدمت مشروع قانون شامل لإصلاح نظام الهجرة لدينا. الحاكم الجمهوري لولاية تكساس غريك أبوت وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ندد بغزو للحدود الجنوبية. قرار المحكمة هذا له تبعات وقد يزيد من التأزيم والإخلال في توازن القوى بين الحكومة الفيدرالية والولايات. نادين،